مصر بخير. هي بخير، مصر بخير طول ما هي فيها ناس جميله زي الحاجه ام اشرف. ربنا كويسه يعني، فيها امان. الحمد لله طول ما فيها ناس جميله زي الحاجه ام اشرف وام ايمن وهي ما شاء الله، يبقى الدنيا هتبقى جميله. من خلال بقى لقائنا استفدنا منها كتير. يعني ربنا يجعلكم كده من فوق كده. شوفي الدعوه الجميله دي بقى بتدعي لنا كمان، يكفي دعوتها ونبوس على راسها ونقول لها انت ام جميله بجد. انت المرانة والله. ربنا يخليكي يا رب يا ماما ويديكي الصحة. والمدينة كلها مش بس الـ هنا المطرية. انا خلاص انا هسكن في المطرية، مش كل شقة هنا المطرية. لا لا والله انا مش فاكرة هنا في المهندسين. ايوه المهندسين بقى. ما انا هاجي اسكن هنا عشان كل الشغل هنا. المهندسين كل الشغل هنا.